وبأولى فقراتنا لليوم حنروح للفقرة الطبية. طبعا نحن ثالث نهار رمضان الكريم وشفنا الساعات الصيام عم تكون طويلة يا هايدي، واليوم الجسم بحاجة لكثير من الفيتامينات والسوائل. هدول الساعات نحن عم يصير بعض الأشخاص عندهم بعض التجفاف بجسمهم، ولكن أكيد اليوم في نظام غذائي يقدر يعوض هذا النقص إن كان بالفيتامينات وإن كان بالسوائل. أكيد، ودائما بنقول إنه شهر رمضان هو فرصة مناسبة ومثالية لحتى نحسن نظامنا الغذائي بتنويع وجبات الطعام بأوقات الفطور والسحور، وأكيد تناولهم باعتدال والاتزان، والأهم أنه نحن نبتعد عن العادات الغذائية الخاطئة يلي ممكن تسبب مشاكل عديدة للجسم إن كان بعسر الهضم أو التخمة، ونحاول يعني قدر الإمكان أنه نعتمد على الطعام الصحي الغني بالفيتامينات والبروتينات المهمة للجسم. وأكيد رشا يلي حابب يزيد وزنه أو ينقص وزنه فهو أكيد قادر، فهو فرصة هذا الشهر لتنظيم الجسم. مثل ما قلتي دائما الأهم أنه نحن نتبع النظام الغذائي الصح، منروح لعادات كتير خاطئة. هنتعرف أكثر اليوم شو هو الصح وشو هو الغلط ضمن الشهر الكريم، وضيفنا لليوم هو الدكتور فادي خشبوم أخصائي تغذية. سعد صباحك حكيم، أهلا وسهلا فيك. سعد صباحك كل عام وأنت بألف خير بداية. رمضان كريم، ينعاد عليك بكل خير. بداية دكتور، يعني بشهر رمضان كثير مهم نعرف شو هو النظام الغذائي الصحي لإلنا، يعني اليوم بظل الظروف المعيشية بظل الغلاء، يعني صارت يمكن أقل وجبة فطور بتكلف بالأربعين 60 ألف، اليوم مو قدرة الناس يعني تجيب هي الأطعمة، فكيف فينا نعود على هي الأطعمة بشيء ممكن ناخذ منه الفائدة بأقل الإمكانيات؟ صباح الخير لحضراتكم مرة ثانية. هلا بما انك انت عم تحكي عن التكلفة الباهظة لوجبات الإفطار، فبالحقيقة نحن يعني يفترض نحن يعني نتعامل بذكاء ان صح التعبير، نأمن المواد الأساسية اللي نحن بحاجتها اللي هي العناصر الأساسية، عم نحكي بروتينات، كربوهيدرات، دهون صحية. صحيح. البروتينات مو بالضرورة أبداً تكون دائماً قادمة من اللحوم بالدرجة الأساسية، فنحن فينا نعمل عملية مزج أو خلط ما بين المصادر الحيوانية والمصادر النباتية. بهالطريقة نحن بنكون عم نأمن احتياجات الأساسية. بالنسبة للكربوهيدرات فينا نقول هي الخيار اللي ما زال لتاريخ اليوم مقبول سعره، حتى لو ما كان مقبول ما كان بالمتناول، للأسف ما عندنا خيار ثاني يعني. صحيح. تماماً. ف مثل ما تفضلتي حضرتك يعني باقل بالامكانيات المتاحه، الامكانيات المتاحه نحن نامن حاجتنا من البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحيه اكيد. طيب خلينا نروح للعادات الشيء متعودين عليه نحن قبل شهر رمضان، وبيجي بنبلش صيامنا في اول يومين كثير اشخاص بيصير عندهم عسر هضم، بيصير عندهم تخمي، بتكون وجبه الافطار الرئيسيه يعني كثير ثقيله او دسمه او بتكون الكميات كثير كبيره. تمام. فبيعانوا من مشاكل بعسر الهضم، شو هي أهم الخطوات اللي احنا لنبلش صيامنا صح ونبلش نمهد لأجسامنا؟ يعني كمان اليوم الجسم عم يتفاجأ اليوم أنه أنت قبل بيوم أمورك ماشي بعادات وتاني نهار أنت قطعته 14 ساعة يعني ما في أكل ولا شرب ولا شيء. تمام. هلا بالحقيقة السبب أنه احنا نكون متعودين على نظام طعام معين بعد منا بسبب الجوع الشديد اللي عم نتعرض له أكيد خلال ساعات النهار، للأسف عم يكون في حالة من عدم السيطرة على كمية الطعام المتناولة، عم ناكل كميات كتير كبيرة من الطعام. هذا الشيء أكيد يمكن السيطرة عليه، ولكن نحن بداية خلينا نتفق على شيء من المسلمات. دائما نحن نبدأ إفطارنا بما درجة حرارته من درجة حرارة الغرفة. تمام. كتير مهم ما يكون الماء بارد أو حتى العصائر تكون باردة. العصائر الباردة ممكن تعمل تشنجات وآلام بطنية شديدة جدا. بعد من نحن في حال كان موجود على مائدة الإفطار الشوربات أو السلطات فأكيد رح نبدأ فيهم. ليش؟ هدول المكونين حقيقة يحويان كميات كبيرة جدا من الماء، وبالتالي كمان هن عم يساهموا بطريقة غير مباشرة بتعويض فاقد الماء خلال اليوم. بيعطي قسم بالمعدة يعني امتلاء كمان. تماماً. هذا الكلام اللي للحقيقة مهم للغاية. إذا عمليا عم يملأوا الحيز الأكبر اللي موجود عندي بالمعدة، وبالتالي عم يعززوا شعور الشبع بدرجة كبيرة جدا. الشيء المهم اللي ما ذكرناه نحن أنه المصدرين اللي حكينا عليهم هن مصادر غنية بالفيتامينات والمعادن بآن معا، وبالتالي كمان يعني فرصة لا تعوض لتعويض الفيتامينات والمعادن اللي احنا خسرناها خلال اليوم. تمام. خلينا دكتور نوضح أكثر يعني التقسيم المناسب للوجبات بين الفطور والسحور، شو الكمية اللي لازم ناخدها، شو الوقت المناسب؟
هلا تقسيم الوجبات حقيقة يعني عائد على لطول الفترة الزمنية ما بين الإفطار والسحور. نحن تقريبا هلا بتخيل انه الفترة الزمنية ما بين الفطور والسحور تقريبا شي حوالي 9 ساعات. 9 ساعات يعني هي الفترة الزمنية بالحقيقة بتسمح بإدراج فطور وسحور وسناك خفيف. في أشخاص بياكلوا 9 ساعات دكتور. مشكلة كثير كبيرة. بين النقاريش والحلو والمشروبات والول إنه عم بيعود ولكن للأسف نحن هي العادات الغذائية الخاطئة السيئة اللي عم نحاول نصححها يعني هلا بحلقتنا هي. مثل ما ذكرتي حضرتك عم تسألين عن موضوع تقسيم الوجبات عفوا. ذكرنا انه ممكن نحن نعمل فطور وسحور مثل ما احنا متعودين اكيد سناك خفيف بيناتهم. طبعا هذا ما هو عباره عن تقسيم نهائي. بعض الاشخاص احيانا بيكون وجبته صغيره اساسا. فنحن عمليا ممكن نعتمد على 4 وجبات صغيره خفيفه معدل وجبه كل ساعتين، فكمان ممكن توفي بالغرض يعني. وقت بنقول سناك او بنقول كميات حلو خفيفه اليوم ضمن الظروف، يعني صدقا حكيم نحن صرنا نخجل من الوضع الاقتصادي، واليوم رمضان هو فرصه يعني الناس عم تصوم بتحب هاي السفره المليئه بالاشياء يعني اللي بتحبها يعني، ولكن ضمن الظروف المتاحه نحن كنا عم نحكي يعني وقت نقول سناك يعني انه نحن ممكن ناخذ جزء من الفواكه. نعم. حصه فواكه مثلا، او ممكن نروح للمشروبات مثل التمر الهندي كثير العالم بتحبه وبتحب الجلاب وبتلاقيه هو من الماده الاساسيه ضمن سفره رمضان يعني. فهو شو اهم شيء يعني نحن ممكن ناخذه بهذا السناك؟ نروح للعصائر اللي بتحوي السكر او نروح لهيك قطعه حلو؟ في ناس بتقول لك انا ما فيني قطع الحلو. هلا بالحقيقه في حال كان يعني نحن رغبانين بخساره الدهون فالخيارين يعتبروا خيارين غير جيدين يعني. تمام، اثنيناتهم خيارات غنيه بالسعرات الحراريه، بترفع معدلات سكر الدم بشكل كثير كبير وبالتالي بتخلينا نجوع بسرعه وبالتالي ممكن نتناول وجبه لاحقه فيما بعد. في حال كنا مضطرين نحن عندنا رغبه شديده وملحه لتناول اكيد العصائر فما في مانع، بس هم ولكن تكون الكميات صغيره ايا كان نوع العصير. عم نحكي عن تمر هندي ولا عم نحكي عن الجلاب ولا عم نحكي عن عرق السوس ولا امر الدين. باستثناء المشروبات الغازيه اكيد هي خيار سيء للغايه، يفضل ما ندرجه ولا باي شكل من الاشكال. الحلويات اذا قدرنا نحضرها بالمنزل ايضا يعني تعتبر خيارات جيده، ولكن هون نحن اذا بنقدر هالخيارات هي تكون حلويات تحوي كميات جيدة من البروتين بنفس الوقت فهي خيار جيد. مثل شو على سبيل المثال؟ رز بحليب مثلا، المهلبية، هي خيارات مع انه دسمة حكيم. اليوم وقت عم نقول حليب عم نقول سكر عم نقول رز نشو عم نحكي نشويات عم نحكي صحيح، بس انه هي مفيدة جدا. صحيح، يعني انا عمليا بالنهاية عم بتناول سناك ولكن هذا سناك مفيد لي بنفس الوقت يعني هو طيب. صحيح. اكيد اكيد. فانا عمليا يعني حتى الشعور بالذنب بيكون اقل حقيقه. انا لما بعرف حالي هذا المشكله الشعور بالذنب يعني دائما عندنا اياه ولكن بننساه ثاني نهار يعني بنقول من بكره خلص هاي القصص حنبطلها. بكل اسف بكل اسف. فالخيارات اللي ذكرتيها حضرتك التمر الهندي وامر الدين هي فعلا خيارات صحيه تمنع الامساك تمنع التشنجات خلال اليوم. التمر الهندي على سبيل المثال غني بفيتامين سي يعني هي بتعود عن المي فينا نقول هي ابدا ولا شيء ممكن يعوض عن المي اساسا. خطا كثير كبير نحن نحطها بمكان انه هي بديل للماء ولا شيء ولا شيء ممكن يعوض عن الماء. تمام، اساسا ما في حكمه اني انا عوض السوائل انا فقدتها خلال اليوم بكم كبير جدا من السعرات الحراريه. تمام، اليوم بشهر رمضان هي فرصه كثير مهمه انه في حال كان في عندنا زياده بالنسيج الدهني انه احنا نخسر الدهون اللي موجوده عندنا، فهي واحدة من الأخطاء الكبيرة جدا. كثير ناس بتعتقد أنه أنا عم بشرب سوائل بالنهاية، معقول هي السوائل فيها مش طبعا أي شيء باستثناء الماء يحوي سعرات حرارية وبالتالي يمكن أن يساهم بزيادة مستويات الدهون عندنا. تمام، يعني قبل ما بدينا حديثنا مع حضرتك كنا عم نقول أنه الجو لساته شوي بارد يعني ما في كثير عطش، فخلينا نوضح أكثر شو المأكولات يلي ممكن تسبب العطش؟ المأكولات اللي ممكن تسبب العطش أكيد اللي هي الأطعمة الجاهزة بالدرجة الأساسية. لربما يكون مفاجئ للإخوة المشاهدين أنه في ناس لهلا تتسحر طعام جاهز، تنزل على الأسواق مثلا تشتري سندويش شاورما تشتري سندويش فلافل. هي الأطعمة الجاهزة هي غنية بالصوديوم، مستويات الصوديوم فيها مرتفعة للغاية، أكيد رح تسبب الشعور بالعطش بشكل كثير كبير. بالنسبة لموضوع العطش نحن حتى نتغلب عليه كثير مهم أنه تكون حتى وجبة السحور بعيدة نوعا ما عن أذان الفجر، يعني عمليا نحن ما ناكل وننام بشكل مباشر.
انا على القليل اعطي فاصل زمني ساعتين، بس ساعتين انا بقدر بعدين اشرب حاجتي من الماء حتى اتجنب شعور العطش. الاجبان المالحه ايضا مشكله كثير كبيره في حاله ناولناها على وجبه الافطار. تجنب الخضروات حتى على وجبه السحور. ليه دكتور؟ الخضروات حقيقة مثل ما ذكرنا أول شيء بطيئة الامتصاص، وهي غنية بالماء، يعني تقريبا 90% محتواها ماء، وبالتالي أيضا تساهم بشكل غير مباشر برفد الماء اللي احنا أساسا عم نرجو بوجبة السحور. من خلال حديثك دكتور مرقت معنا معلومات كثير مهمة لكل الأشخاص اليوم حابين أنهم يروحوا لتنزيل الوزن برمضان، مثل ما حكينا بالنصائح اللي ذكرتها. خلينا هيك بشكل عم نعطي نصائح لكل حدا عم بيشوفنا، شو هنن الشغلات الإيجابية والسلبية المفروض نحن نتبعها من هذا الشهر؟ هلا نحن عادة الجايد تبعنا بخسارة الدهون هو كم السعرات الحرارية، يعني قديش كم الطعام اللي احنا حنتناوله. اليوم إذا حكينا بمفهوم السعرات الحرارية بصراحة يعني الموضوع شاق شوي على الأخر صعب المشاهد إنه يكون عنده داتا يحسب هالبيانات كلياتها. فنحن إذا بدنا نحكي نصائح عامة فينا نقول أهم شيء لخسارة الدهون إني أنا أتناول كم أقل من الطعام. حتى أتناول كم أقل من الطعام فأنا يفترض إني أشبع. لذلك خلينا نبلش بالشغلات المنخفضة السعرات الحرارية مثل السلطات على سبيل المثال. أنا بعبي الحيز الأكبر من المعدة بعدين بنتقل للأصناف الثانية اللي أنا حضرتها وليس العكس. تمام. بالنسبة للأشخاص الراغبين بزيادة الوزن ما في مانع أبدا من إدراج العصائر مثل ما حكينا، حتى كمية التمور نحن ممكن نزيدها شوي صغيرة. الدهون الصحية مثل زيت الزيتون على سبيل المثال فينا نكتر كمية زيت الزيتون بشكل قليل أكيد فوق السلطات والأطباق المختلفة، وبالتالي أنا بطريقة غير مباشرة عم زيد كم السعرات الحرارية. تمام دكتور. يعني في عادة خاطئة كمان بنسمع عنها كثير أنه في كثير أشخاص ما بيعتمدوا على وجبة السحور، بينفوها تماما، يمكن هدول الأشخاص يلي بدهم ينحفوا وما يزيد وزنهم، فشو مدار هي الشغلة على الجسم؟ هلا حتى نكون منطقيين ونحكي كلام علمي، أنا وقت اللي عم صوم لساعات طويلة جدا أنا بداية في عندي مخزون الجلايكوجين الكبدي هو اللي عم يمد سكر الدم كل الوقت بمستويات كافية من السكر. لما الجلايكوجين الكبدي بتقل مستوياته أكيد في عندي خزانات الدهون اللي موجودة عندي، فأنا طالما في عندي مستويات جيدة من الدهون هالدهون هي أكيد رح فككها لبنيتها البسيطة ورح استفيد منها برفع معدلات سكر الدم أو رفع معدلات الطاقة بشكل عام. فإذا عمليا من حيث المبدأ ما في مشكلة أبدا إذا ناس بيحسوا حالهم أنه هنا عم يكونوا براحة أكبر بدون ما يتناول وجبة السحور، فأكيد ما في مشكلة. يعني عمليا خزانات الدهون موجودة عنا ورح نستفيد منها على مدار الساعة. أنا بشعر إذا بوقت السحور يعني تجربة شخصية أنه بتعمل حالة جوع بالنهار إذا أنا تسحرت، يعني عكس انه اذا ما تسحرت فانا فيني اقضي نهاري عادي يعني. تمام. ما بعرف شو في اشخاص بيقول لك انا ما تسحرت ما قدرت صوم لاني جعت كثير، فحسب يجوز هون بنيه الجسم ومخزون الاطعمه كمان بقلب الجسم انه دكتور هيك سريعا الاشخاص اللي ما بيقدروا يعوضوا ان كان بالاطعمه او بالفيتامينات الموجوده بالاطعمه، نحن اليوم فينا نروح للكبسولات الفيتامينات الدوائيه يعني بشكل سريع حكيم لو سمحت. هلا بالختام اكيد بما انه الفتره الزمنيه قصيره جدا ونحن شفنا حالنا غير قادرين على مد اجسامنا من خلال الاطعمه المختلفه الفيتامينات والمعادن، فما في مشكله ابدا انه نستخدم السبلمنت ممكن بشكل بسيط للغايه ندرج سبلمنت معين مكملات غذائيه معينه اكيد تسد الاحتياج اللي موجود عندنا. شكرا دكتور فادي خشروم اخصائي تغذيه، بدنا نتشكر حضورك لليوم وان شاء الله هيك المعلومات اللي ذكرناها تستفاد منها الاشخاص، ورمضان كريم عليك وعلى عائلتك. اهلا وسهلا حكيم نورت صباحنا. شكرا لك دكتور نورت صباحنا.